لو الحكاية فيها إن فيتو من فوق احنا قاعدين الساعة 5:10 أو 5:15 لقينا حد في البلطوف وضرب النار. منين عم تشتغل علينا؟ من عند ديري من فوق. منين؟ اه لقينا الضرب اللي ولع الخشب اللي ولعوا ورحنا نطفيهم. لقينا ايه جريوا وراح مضربين هنا برضه وضربوا علينا النار. دخلنا احنا تحت الدقيقه من هنا. بدانا نجيب المطافي ونجيب الحاجه عشان نطفيها. ما عرفتوش حد منهم؟ لا ما تشوفهم زياده فوق على الدقيقه. فوق هتشوف مين؟ فوق على الدقيقه. الكلام ده امتى يا عم حسن؟ كانت الساعه 5:15. 5:15 الفجر. في كم عربيه ولعت؟ عندي 9 عربيات ولوكو. المطافي اللي ولعت المطافي اه تستنى بالمطافي ده تتفتح. بس مش حد من العيال اتدخل؟ لا لا اصابات ما فيش. في اصابات؟ لا ما فيش اصابات. النيابه جت عينت النيابه جت عينت وسال البصمات دول وخد البصمات ولا عارف. ما مسكتوش حد ولا لا؟ في